إنجيل عشية 21 طوبة مستلف 1 بشنس. من مزامير أبينا داود النبي: أعمال مجيدة قد قيلت لأجل قيام دينة الله، وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد، لأن سكن الفرحين جميعهم فيك. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم، وهي التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في قضاء خدم كثيرة، فقامت وقالت: يا رب، أما يعنيك أمري بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، وأما مريم فاختارت لها النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد، والمجد لله دائماً.